المدير التنفيذي للنادي الاهلي. تعالوا الله اطمنكم على المران واللي حصل فيه مع زميل العزيز كريم احمد. مساء الفل يا كريم. بقول لك تميد، اخبارك ايه وفينك؟ فينك من زمان؟ موجود والله. كل سنه وانت طيب يا كريم، ودايما موجود، ربنا يخليك وانت كمان. ربنا يخليك يا كريم. يلا بقى طمنا على المران. طبعا انت ما ادينيش فرصه اسالك كالعاده، طمنا على كل كبيره وصغيره حصلت في المران النهارده ان شاء الله. بالتاكيد يا كابتن ميدو، يعني لا تطفي على الاكيد على مباراه السوبر الاهلي والزمالك ان شاء الله. الحماس الكبير والتركيز اللي احنا بنشوفه في تدريبات النادي الاهلي، مستر بايلر كابتن سيد عبد الحفيظ، وحاله التركيز الكبيره اللي بنلمسها من التدريبات، من حماس في التقسيمه، يمكن اخر حاجه كان موجود فيها كابتن محمود الخطيب في المران، واشاد حمدي فتحي على التصويبه رائعه جدا وهدف رائع جدا. لكن قبل التصويبه هي الروح يا كابتن ميدو والحماس، ده اللي احنا شايفينه، ده اللي احنا لامسينه. النادي الاهلي عنده هدف وعارف قيمه مباراه السوبر امام نادي الزمالك، لها حسابات مختلفه زي ما قلنا بالنسبه للاعبين، بالنسبه للجمهور، لكن ان شاء الله باذن الله مع الحاله اللي احنا بنشوفها لعيبه النادي الاهلي باذن الله تكون هذه المباراه من نصيبنا. النهارده نادي الزمالك التدريب قبل الاخير لفريق النادي الاهلي ضمن استعدادات مباراه السوبر. بكره يكون التدريب اخير، هيبقى اجهاد كبير لو النادي الاهلي كان مسافر النهارده ليه على اسكندريه، وكمان هيكون متواجد يا كابتن ميدو لمباراه سموحه، ولسه مباراه كان سبورت ممكن تكون في برج العرب او هتتنقل، فالامر كان صعب. فكان في تشاور كبير جدا بين الكابتن سيد ومستر بايلر لاختيار التوقيت المناسب للمعسكر الخاص بفريق النادي الاهلي. فغدا هيكون تدريب في تمام الساعه 4 عصرا، هيكون تدريب اخير للفريق، ومن بعدها مباشره توجه الى الاسكندريه استعدادا لمعسكر مغلق. لكن امور مهمه جدا حابين نطمن بيها كل الجماهير. عايز اطمنك واطمن جمهور النادي الاهلي على رامي ربيعه، واحد من اللعيبه اللي كانت بتأدي بشكل قوي جدا خلال الايام الماضيه، عنده سوء توفيق قدر ان هو يستعيد شفاءه بشكل كبير جدا من الاصابه، شارك بكل قوه كابتن ميدو امس والنهارده كمان، كانت تقسيمه مميزه جدا فيها حماس وفيها التحامات وفيها يعني قوه كبيره جدا. واضح ان رامي من يعني من المؤكد كده هي رؤيه مستر بايلر، لكن واضح ان رامي كل دور في مباراه السوبر باذن الله، بجانب طبعا متولي وياسر ابراهيم كلهم متواجدين، هو غياب طبعا ايمن اشرف، لكن نقدر نقول ان رامي ربيعه بيعلن جاهزيته بشكل كبير. هي الخساره الناحيه الثانيه هي وليد ازارو، يعني كنا بنتمنى ان وليد ازارو يكون متواجد، يكون جاهز فنيا وبدنيا، لكن واضح ان الاصابه اللي يمكن عاد بيها وليد ازارو من المنتخب المغرب مأثر عليه بشكل كبير، يعني النهارده ما كانش متواجد خالص في التدريبات الجماعيه ولا التدريبات الفرديه، اكتفى بتدريبات في الجيم، فمن الواضح ان وليد ازارو هيكون غائب عن مباراه القمه. النقطه المهمه في تميدو هي مردود رساله الكابتن محمود الخطيب وتجمعه الاخير مع لعيبه النادي الاهلي، يعني من خلال كواليسنا مع اللعيبه ومن خلال احداثنا مع اللعيبه، اللعيبه عارفه قيمه المباراه وعارفه ان الكابتن محمود لما بيكون متواجد في ملعب مختار ستيتش بتكون رساله، وبتكون رساله مهمه جدا، ولابد ان النادي الاهلي زي ما الكابتن محمود قال لابد ان انتوا تفرحوا الجماهير، تركزوا العبوا لعبكم، وان شاء الله تكونوا يعني في قمه التركيز وتفرحوا جمهور النادي الاهلي. وهو دور الجمهور، يعني جمهور النادي الاهلي احنا عارفين دور الجمهور بيكون كبير، مسانده، عايزين مسانده وعايزين دعم لعيبه النادي الاهلي. لو حطت شخصيه البطل وشخصيه النادي الاهلي وروح الفانيله الحمراء وجمهورنا قدر ان هو يدعم ويساند فقط في الملعب، ان شاء الله كابتن ميدو نشوف حسام عاشور بيرفع كاس السوبر باذن الله. يا رب يا كريم. احنا مش عايزين نتكلم في تفاصيل التمرين الفنيه، انا عارف طبعا انت متحفظ جدا والتمرين يعني فايلر بيحيط بجو من السريه، لكن ده تمام وده مطلوب. انا بشكرك شكرا جزيلا زميل العزيز كريم احمد، شكرا جدا ليك كريم. اتكلم عن التمرين بشكل